وسلم على سيدنا محمد. يعني انت صياد بقالك قد ايه؟ انت شكلك، انا مولود 63، انت مولود كام؟ 63. بتصطاد؟ بس انا اظن ان كان في سمك حلو الاول. مش زي الايام دي طبعا. يعني انا لما الاقي، هات افتح ايدك يا ابني، يعني ده سمك، ده انا المفروض انت كنت بتجيب، ممكن تجيب السمك 10 كيلو. كان في سمك يعني. اسمها ايه يا فندم؟ درغوف. لما يبقى سمكه بالحجم الكبير يبقى بسم الله ما شاء الله. الرز ده كيلو بكام؟ 100. سمك البحر معروف. بس الله اكبر، يعني بتنزل وبالشبكه والجمال ده، وده الانتاج. لا لا، ما بقصدش يا فندم، امال ببقى اشوف السفن الكبيره عابره القارات بتجيب ال10 وال100 طن. ما هو دول لسه عندهم امكانيات. دول امكانيات جوه شويه. او شبك كبير عندها شويه. وسفن وثلاجات وموضوع كبير. ايوه. ده حتى انا لما رحت دمياط جمال عبد الناصر كان عامل مصنع على البحر حضرتك، عشان لما يطلع الباقي